الشواية وبمستلزماتها اللي هي ممكن السياخ لو عايز تشوي كفتة، الشبك اللي هو زي المربع الحاجات اللي زي حضرتك شايفها ديت، ده بتاع اللحمة، وفي بقى منها بيبقى مجوف ده معمول للفراخ مخصوص عشان الفراخ بس بيبقى فيها شوية عظم، فلازم تبقى الشواية فيها سمك شوية عشان العظم تعرف تقفل عليها. وطبعا اهم حاجه لازم الفحم، من غير فحم مش هتعرف تشوي. في شوايه بتشتغل فحم وفي شوايه بتشتغل كهرباء فعلا، بس هي الاوريجينال الفحم ديت البلدي بتاعتنا اللي بتطلع الاكل 100% كانك بتاكله عند كباب. والكهرباء لا، كهرباء ما بيبقاش نفس الطعم، ما بيبقاش نفس التيست بتاع الفحم. هو احسن حاجه الفحم، هو ده اللي بيدي طعم اكنك بتشوي فعلا. الكهرباء اكنك بتسوي الاكل على بوتاجاز. هي الشوايه معموله من صاج، فيعني الصاج هيصدي بسرعه. اهم حاجه لما تطفي الفحم ما تطفوش بميه فيها، يا تستنى لما الفحم يصفى خالص، يا اما تدلق الفحم في حته مثلا وتطفيه بعيد عن الشوايه. كده اكتر حاجه تحفظ بيها الشوايه، لان هي صاج هتدلق فيها ميه هتصدي قوي ولا هتتاكل. شوايات مجاميع، شوايات كبيره وشوايات صغيره، بقالي 70 سنه بالظبط كل الشوايات بدأوا يدهم. مفيش حاجه بتتلحم بالكهرباء وبس، صاج جديد وبيتلحم يتقسم ويتعمل شوايه، ان كل حاجه بتغلى، الصاج غالي والصنايعي غالي. وبعدين ما يعني دلوقتي الابران والحاجات دي والشوايات الكهرباء قلت برضه من الشغل. الاول كان بتاع ب 6 جنيه 7 جنيه، دلوقتي تلاقيها في سكه 25 30، عايزه وهي قاعده في الارض ماشي وهي واقفه ماشي. بس في الاحسن دي بتبقى ايه، عشان وهي واقفه هتجيب كرسي مثلا وهتفضل واقفه عليها كده. هو